بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا السوء وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين في فقه السادة الشافعية. وجلسنا الجلسة الأولى في الأسبوع الماضي في أول كتاب أحكام النكاح، ووقفنا على قول المصنف والشارح: ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر فقط إلا أن تتعين الواحدة في حقه. اليهود عندهم الرجل يجمع ما شاء من النساء، يعني ما لهمش حد أقصى. والنصارى عندهم ما يتجوزش إلا واحدة، والمسلمين أمة وسط جميلة حلوة كده، يجمع لكن بحد أقصى أربعة، ما يزوجش، مقدرش يزود عن أربعة. كويس؟ إلا أن تتعين الواحدة في حقه كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف على الحاجة. ويجوز للعبد ولو مدبرا أو مبعضا أو مكاتبا أو معلقا عتقه بصفة أن يجمع بين اثنتين، لأن ما ينفعش نقول له اجمع بين إيه؟ نص الإيه؟ نص الحر. كويس؟ يبقى يجمع بين اثنتين. وفي الطلاق يبتها بطلقتين. العبد لما يطلق يجيب مرتين بس، ملوش ثلاثة زي الحر، واخد بالك؟ لأن احنا ما نقدرش نقول له يطلق مرة ونص، لأن احنا عندنا ثلاثة كده برضه، يبقى ايه، نجبر النص ونخليه واحدة. يبقى العبد له أن يطلق مرتين، فإذا طلق مرتين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إنما الحر يطلق ثلاثة، بعد الثالثة لا يستطيع أن يردها حتى تنكح زوجا غيره. واضح؟ وأن يجمع بين اثنتين ذا العبد، أي زوجتين فقط، ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين: عدم صداق الحرة. أصل نكاح الأمة بالنسبة للحر ده زي أكل الميتة بالظبط للمضطر يعني، فلازم الاضطرار. ليه؟ لأن أولاده منها هيطلعوا أرقاء، فهمت ازاي؟ فده بالظبط تشبهه أكل الميتة. يعني لو واحد حر هيتجوز أمة كأنه بياكل ميتة، واخد بالك؟ يعني للضرورة القصوى. لماذا؟ لأن أولاده يطلعوا أرقاء ملك لسيده. الأولاد يتبعوا الأب في النسب والأم في الرق والحرية، ويتبعوا الأعلى في الديانة. الأعلى في الديانة، يعني لو واحد كافر وامرأته كافرة فأسلمت وعندها أبنائها بترضعهم، ولادها يبقوا مسلمين تبعها، واخد بالك؟ ويفرق بينها وبين زوجها الكافر، يتبعوها في الأعلى في الديانة. أو الرجل أسلم والمرأة رفضت، يبقى أولاده يتبعوه ما لم يبلغوا الإيه؟ تكليف. لو بلغوا التكليف يخيروا، لأن لا إكراه في الدين. لكن احنا بنتكلم الأطفال، واضح؟ فلا يجوز للحر أن ينكح أمة يعني رقيقة إلا بشرطين: عدم صداق الحرة يعني لا يجد مهر يتجوز حرة، أو فقد الحرة، أو ما فيش حرائر في
ببلده أو عدم رضاها به، كل ما يتقدم لواحدة حرة ترفضه عشان في عيب، طالع من ملجأ، متربي في ملجأ، مش من أسرة، مش معروف، كل ما يتقدم لحرة تعيبه أو مشوه الخلقة أو شيء من هذا. ففي الحالة دي بقى يضطر بقى هيعمل إيه الراجل؟ هيقع في الزنا يعني؟ يروح متجوزها. وننصحه إحنا كشافعية نقول له إيه؟ امنع الحمل. اتخذ وسيلة لمنع الحمل حتى لا يأتي أولادك أرقاء. يعني هل واجب عليه منع الحمل؟ لا، عشان كده قلنا ننصح ولا يجب عليه. واضح؟ إلا بشرطين: عدم صداقة الحرة أو فقد الحرة أو عدم رضاها به، وخوف العنت، العنت اللي هو أي الزنا، مدة فقد الحرة. وترك المصنف شرطين آخرين: أحدهما ألا يكون تحته حرة، طب ما هو دي دخلت تحت فقد الحرة، تحصيل حاصل، واخد بالك؟ يعني هو المصنف الشارح بيحاول إيه يستدرك على المصنف، فقال إيه؟ وألا يكون تحته حرة، ما قال لك إذا فقد الحرة، وفقد الحرة يعني ما عندوش واحدة حرة، سواء متزوجها أو حيتزوجها، فدي مندرجة يعني. ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع. التقييد ده لطيف، لأنه ممكن يبقى عنده حرة متزوجة لكن امرأة لا تصلح للاستمتاع، عندها شلل، مريضة، هارمة، أي حاجة، يبقى ساعتها يحل له أن يتزوج أمامه ومضطر، خد بالك؟ يبقى التقييد حكاية تصلح للاستمتاع دي تقييد كويس معتبر. والثاني إسلام الأمة التي ينكحها الحر، ما ينفعش يروح يتجوز أي أمة بقى، لازم أمة مسلمة، مع إنه في الزواج ممكن يتجوز كتابية، فهمت إزاي؟ لو كانت حرة، لكن في لو هيتزوج أمة لازم مسلم. مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، شوف الآية مقيدة إيه؟ من فتياتكم إيه؟ المؤمنات، فقيد الآية واضح، القيد معتبر. والثاني إسلام الأمة التي ينكحها الحر، فلا يحل لمسلم أمة كتابية، أي في الزواج يعني، لكن في ملك اليمين ممكن. وإذا نكح الحر أمة بالشروط المذكورة ثم أيسر، ربنا غنابة، ممكن يتجوز بدل الحرة ثلاثة أربعة، وهو كان متزوج أمة قبل كده في شبابه أيام ما كان مفلس، واخد بالك؟ يستمر عقده على الايه الأمة، واخد بالك ازاي؟ وتتحسب من الاربعه طبعا، لان هو مش ملكها ملك يمين، ده هو ملكها بعقد النكاح، فتدخل في الزوجات. واذا نكح الحر أمة بالشروط المذكوره ثم ايسر ونكح حره لم ينفسخ نكاح الأمة، بخلاف ايه؟ لو كان عمل عقد بحره وأمة في قعده واحده، كويس؟ انعقد على الحرة وانفسخ على الأمة. واضح؟ لكن هنا إذا كان عقد على الأمة من زمان وبعدين ربنا كرمه كده واجتهد بقى متيسر. أو ورث قريبه اللي في البرازيل زي ما بيجيبوا في الأفلام. واخد بالك؟ يقول لك ليه؟ مش عارف إيه قريب في البرازيل، قال يعني البرازيل دي يعني بيغرفوا فيها الفلوس. معلش ما يجراش حاجة. المهم طبت عليه فلوس من عند الله كده، ما تفهمش، فالواد أيسر. تمام، وهو كان متزوج أمة، يبقى ايه؟ يستمر نكاح، ما ينفسخش بقى. واضح؟ ونقف عند هذا الحد النهارده، نحاول ايه نقرا كلام الشيخ البيجوري على هذا الحد. بيقول: ويجوز للحر، اي كامل الحريه، طبعا غير النبي، في قيد هنا، شوف قيود بقى الشيخ البيجوري لطيف، يقول لك غير النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي جمع بين تسع زوجات، النبي عقد على 13 زوجة، واخد بالك؟ ومات عن تسع، مات عن تسع، بستنا خديجة يبقوا 10، أي كامل الحرية غير النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو صلى الله عليه وسلم فيجوز له نكاح أكثر من أربع، فإنه صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة، ودخل ب13 من حيث العقد، يعني عقد على إيه؟ 3
15 امرأة، ودخل بثلاث عشر، وتوفي عن تسعة. هم العشرة المشهورين اللي هم ستنا خديجة والتسعة والثلاثة الباقيين فيهم خلاف كتير في تحديد أسمائهم، عشان كده تلاقي كتب السير بتغفلهم كتير، إلا إن فيها خلاف كتير في تحديد الأسماء. تزوج 15 امرأة ودخل بثلاث عشر وتوفي عن تسع، أشار إليهن شيخنا بأوائل قوله: عشقت مليحا زاد حسنا جماله، صفى رشاء هنديه سل للفتك. فخذ أحرفا من أول النظم تستفد، نساء توفي عنهم المصطفى المكي. كويس. عشقت العين عائشة، مليحا الميم ميمونة، زاد زينب بنت جحش الزيي، حسنا الحاء تبقى حفصة، جماله جويرية، صفا تبقى صفية، رشاء تبقى رملة، ورملة دي اللي هي أم حبيبة بنت أبي سفيان. رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان نسبت لبنتها، كنيت بابنتها اللي هي حبيبة بنت إيه؟ بنت عبيد الله بن جحش، وكان جوزها الأول عبيد الله بن جحش، هجروا للحبشة، عبيد الله بن جحش في الحبشة تنصر وكب على الخمر ومات على كده، وكانت أنجبت منه حبيبة. فالنبي عشان يكبر خاطرها بغربتها خطبها من أبيها في مكة وهي في الحبشة، ووكل النجاشي في العقد فعقد عليها وهي في الحبشة. كويس. وتزوجها صلى الله عليه وسلم. دي مين؟ أم حبيبة اللي اسمها رملة بنت أبي سفيان. هندية نسبة الهند، هند اللي هي أم سلمة، هند بنت إيه؟ بنت حذيفة المخزومية من عيلة سيدنا خالد بن الوليد. إيه أم سلمة؟ والسين اللي هي سل للفتك، صفى رشاء هنديه سل للفتك. سل يعني إيه؟ طلع من الغمد بتاعه. للفتك يعني للقتل. فسل هنا السين هنا لمين؟ لسودة رضي الله عنهن. يبقوا دول إيه؟ التسع. عشقت مليحا زاد حسنا جماله، صفى رشاء هنديه سل للفتك. جماله صفى رشاء هنديه سل للفتك. فخذ أحرفا من أول النظم تستفد، نساء توفي عنهم المصطفى المكي. قوله أن يجمع، أي في عقد واحد طبعا، أو في عقود متعددة ولو مرتبة. وقوله بين أربع حرائل، يعني يجوز أنه هو يتجوز أربعة في عقد واحد، يقعدهم كده ويتجوزهم في قعدة واحدة، ممكن مفيش حاجة. كويس. ويجوز أنه يتجوزهم مرتبين بالتدريج كده، كل سنة يتجوز واحدة يمشي، كل سنتين، كل عشر سنين، وما يزيدش عن أربعة. خدت بالك؟ يعني أول ما يبقى أربعة يبقى فول تانك. أيوه. ها؟ ما مش زوجة، دي سرية ملك يمين. بيغلطوا فيها كتير من المؤرخين، يقول لك أسلمت وتزوجها وأنجبت له إبراهيم، يقولوا كده كتب كتيرة فاتت عليهم. فاتت جل من لا يسوى. أم ولد بس مش أم، مش معقود عليها يا عم، ليست لها حكم أمهات المؤمنين. فاهم؟ بس على فكرة ماريا القبطية دي مولودة في البهنسة واتربت فيها، واحنا هنزور البهنسة الاثنين القادم، عشان كده ما عندناش درس. كويس. فأجازة الاثنين القادم. كويس. ليه؟ عشان هنزور بلد ستنا ماريا القبطية اللي هي ايه؟ اللي هي الرب وذات القرار والمعين، اللي هي أول الله فيها ستنا مريم وسيدنا عيسى، وهي بقيع مصر لان مدفون فيها 5000 صحابة ممن فتحوا مصر. ايوه. فتحوها في كم سنة بهنسة دي؟ 3 سنين.
آدم حصرنها 3 سنين، مات فيها 5000 صحابي على ما فتح. كانت صعبة. سيدنا خالد بن وليد يقول: رأيت اليرموك وأجنادين والعراق والقادسية، لم أرى مثل هذه الحروب قط. يعني سيدنا خالد نفسه اللي حضرها شهد بذلك. فكانت أصعب الفتوحات اللي فتحت في عصر الخلافة كان فتح مصر. الناس متصورة فتح مصر ده كان يعني الناس رحبوا بيهم. علمونا غلط في التاريخ، ضحكوا علينا. ضحكوا علينا يا سيدي. ضحكوا علينا والله. ايوه. ليست من امهات المؤمنين لان ليست زوجه للنبي، ملك يمين. تبقى اسمها ام ولد، تتحرر بمجرد موت ايه؟ موت سيدها. امهات المؤمنين هي معقود عليهم. الزوجات. واضح؟ ما كان ليه برضه ريحانه. هو النبي له سريتان، ماريا وريحانه. ريحانه مش مشهوره علشان ما انجبتش. واخد بالك؟ مش مشهوره قوي يعني. يا رفع العالم اللي بتقعد ايه تدقرم في الكتب او تتقدر. لكن دي مش مشهوره. يبقى ايه؟ وقوله ان يجمع اي في عقد واحد او في عقود متعدده ولو مرتبه. انا شفت راجل في اسكندريه عقد على 2 في قعده واحده. خارج بيهم الكوشه كده. واحده هنا وواحده هنا. عجبني قوي. اقول 10 سنين. عجبني قوي بس عمري ما اعملها يعني. لكن هو عجبني وخلاص ما اعرفش ليه عجبني. حاجه نادره فعلا. والله عمري ما شفتها. بس بقيت معجب بيه جدا، لكن عمري ما اتمنى بقى مكانه. وقوله بين 4 حرائر أي ولو كنا كافرات. ولو كنا إيه؟ كافرات. كافرات يعني كتابيات. فهمت إزاي؟ كافرات هنا يعني إيه؟ يعني كتابيات. يعني ممكن يتجوز 4 يهود، يهوديات، 4 مسيحيات كده. فإن زاد عليهن بطل الزائد إن عقد عليه بعد 4. طبعا. وإلا بطل الكل. طب افرض جاب 5 وعقد عليهم في قعدة واحدة، يبطل العقد كله من أوله، ما يصلحش ولا واحد. واضح؟ لكن لو عقد على 4 وبعد كم يوم كده عقد على 5، الخمسة دي اللي يبطل. واضح؟ وإلا بطل الكل، إذ إبطال واحدة ليس بأولى من إبطال الأخرى، فيبطل الجميع. ويجيب لك بعض الآراء الشاذة بقى كده كده كمعلومات عامة، يقول لك وجوز الخوارج 9 أخذا من قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 يبقى 5 ورباع يبقى 9. شوف مخ بقى إيه الشاذ، المخ الشاذ. أي 2 و3 و4 ومجموع ذلك 9. وقال بعض الخوارج دول 18، ده 9 و9، لأن مثنى معناها 2 2، وثلاث معناها 3 3، ورباع يعني 4 4. تجمع ده كله يطلع 18. كل دي آراء شاذة طبعا، تحذرها. لكن إيه؟ يقول لك اللي مخه قاعد يفكر في القرآن دون السنة وإجماع الأمة ممكن مخه يشت، من حيث اللغة تحتمل إن الواو تبقى للجامع. تحتمل من حيث اللغه. طب واللي خلانا احنا نضحك على تفكير الخوارج؟ فعل النبي واجماع الامه. والرسول نفسه قال للصحابي اللي كان لما اسلم وكان عنده 9 نسوه، قال امسك 4 وفارق ايه سائرهن، يعني الباقي. واخد بالك ازاي؟ فواضحه يعني. وعشان كده دي اهميه السنه في فهم القران الكريم. اما لو الواحد خرج عن اجماع الامه وقاعد ياخد من القرآن مباشرة، مخه يشذ أيام شذوذ. تتصور بقى ممكن يطلع منه حاجات غريبة، وبرغم كده تبقى في آية واللغة تحتملها كمان. لكن إيه اللي يمنع؟ الإجماع وأحاديث النبي، السنة تضبط الأمر. ما عشان جهلة، عشان جهلة. جماعة القرآنيين دول جهل. عشان كده بيسموا نفسهم ايه؟ مفكر اسلامي. فخليه يفكر يا سيدي.
وقال بعض الخوارج أيضا أن هذه الآية تدل على 18، لأن معنى مثنى اثنين اثنين، وثلاث وثلاث يعني ثلاثة ثلاث، ورباع أربعة أربعة، ولا اللي بيلعبوا كورة والله. ومجموع ذلك ما ذكر، وهذا خرق للإجماع. شوف بقى، ما تكلمش عن اللغة كلغة، تحتان اللغة، بس ده خرق للإجماع. والمراد من الآية والله أعلم فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين أو ثلاثا أو أربعا، فلا تجوز الزيادة على الأربع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم عن عشر نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن، يعني باقيهن. وإذا وجب الاقتصار على أربع في الدوام ففي الابتداء أولى. واستفيد من تقييد المصنف بالحرائر جواز الجمع بين الإماء بملك اليمين من غير حصر، لكن ملك اليمين ممكن يبقى عنده إماء بغير حصر، ما نحددلوش عدد. ولو كنا مع الحرائر لإطلاق قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وما حددش عدد. فائدة: ذكر ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام جواز النساء من غير حصر تغليبا لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى عليه السلام أنه لا يجوز غير واحدة تغليبا لمصلحة النساء. وراعت شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محمد مصلحة النوعين، والحكمة في أن موسى عليه السلام غلب مصلحة الرجال أن فرعون كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فناسب أن يغلب في شرعة مصلحة الرجال لقلتهم وكثرة النساء. والحكمة في أن عيسى عليه السلام غلب مصلحة النساء أنه خلق من أمة بلا أب، فناسب أن يغلب في شريعته مصلحة النساء لكونها نوع أصله الذي هو أمه. والحكمة في تخصيص الأربع أن الشخص له طبائع أربع، بتوع الطبيعة بتوع زمان الطبيعيين يقول لك أن الإنسان مخلوق من أربع طبائع متداخلة مع بعضها، اللي هو التراب والماء والهواء والنار، الثلاثة دول مع بعض دي أصل طبيعة الإنسان، فهي أربع طبائع. كويس؟ فيبقى يناسبه يبقى أربعة. كل دي يعني كلام يعني قابل للمناقشة، ما يضرش، لكن كلام لطيف، لكن ده كلام علماء يعني مش كلام الشرع الشريف، ما تعملهاش بقى حقائق يعني وإيه وتنافح من أجلها. تفرض واحد اعترض قال هي الأربعة ربنا قالها لنا كده، ومش علشان إننا مخلوقين من أربع طبائع. ومين قال لك إن إحنا مخلوقين من أربع طبائع؟ إحنا مخلوقين من التراب بس، إحنا مش إن من ماء مائيين. ده أي بقى تصفصطة بقى، نخش بقى في إشكاليات، لكن هي حاجات لطيفة إيه عند العلماء كانت متوارثة يعني. لا انت جسمك ما فيهوش حرارة؟ انت مش حرارتك 37؟ طب مش دي نار؟ وحرارة الكبد عندك 40؟ ما يشتغلش الا في درجة حرارة 40 الكبد؟ واخد بالك؟ طب مش دي نار ولا مش نار؟ ولما الواحد يسخن يجيله ايه؟ فيح جهنم، حرارة عالية. ولو الواحد خفض درجة حرارته عن 35 يموت. واخد بالك؟ يبقى مش في حتة نارية اهي. كل التفاعلات الكيماوية دي مش بتنتج منها حرارة طاقة يعني؟ طيب ما هو الحمأ المسنون برضو يعني عبارة عن، هي عبارة عن تفاعل المية مع التراب فعمل تفاعل كيماوي نشأ منه حرارة. أي تفاعل كيماوي كده يطلع شوية مية وشوية طاقة وتركيبات كيماوية مختلفة، أي تفاعل كيماوي فلازم يبقى فيه نار. وان انت بتتحرك ازاي فكرك؟ مش فيك طاقة تحرك نفسك؟ في حاجة اسمها ميتوكوندريا جوه كل خلية، حاجة اسمها ميتوكوندريا. ميتوكوندريا جوه الخلية دي على فكرة شكلها الله، تصور لما تشوفها في الميكروسكوب الالكتروني الميتوكوندريا دي مكتوبة الله، تكوينها كده كأن الله كتب اسمه على خلية الانسان في مركز الطاقة اللي بيها بيحركك. عشان كده يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. لطائف علمية مش قول لي لا أنا شفتها في الميكروسكوب الإلكتروني
ما شفتهاش شكلها الله، يمكن شفتها بجنب ناس ما يجراش حاجة، أنا شفتها بالعدل ما يجراش حاجة، كلها حاجات لطيفة يعني، مش قرآن يعني، مش اللي أنا بقوله لك ده قرآن، فهمت إزاي؟ فلازم تميز بين الحاجات دي. لكن أنا شفتها الحقيقة في صورة الخلية بتاع الميكروسكوب الإلكتروني المطبوعة في الكتاب، شكلها الله فعلا سبحان الله، مع إنه ما نوهش لأنها جايبها من كتاب أجنبي، تشوفها الله بالكوفي، بالخط الكوفي، الله بالخط الكوفي. درجة زمان لما كنت أنا لسه في إعداد الطب مرسم الخلية وأعمل ميتوكوندريا أروح أحملها الله على طول تطلع مظبوطة، واخد بالك؟ أيام ما كنا طلبة يعني. المهم الميتوكوندريا دي مخزن الطاقة بقى، اللي هي بتطلع الحرارة في كل خلية، واخد بالك؟ هي دي المصدر بتاع الطاقة. عشان كده أول ما الواحد يموت يقول لك إيه؟ برد جسمه، يعني فقط حرارة كده برضه. المهم خلينا ايه نخلص الموضوع. وتخصيص الاربع ان الشخص له طبائع اربع، وان المقصود من النكاح الالفة والمؤنسة، وذلك يفوت بالزيادة على الاربع دون الاقتصار على الاربع، لانه اذا دار عليهن بالقسم فانه يغيب عن كل واحدة منهن 3 ليالي، وهي مدة قريبة مغتفرة شرعا في كثير من الابواب. وخبرة الناس اللي بيعددوا زوجات، راجل جالي من الحجاز كان مريض عندي، هو زار متزوج يعني اكتر من واحدة وعندهم خبرة بقى، يقول لك اللي يتجوز 2 يجننوه، اللي يتجوز 3 يعالجوا بعض، فيتجوز 1 يا 3، مفيش حاجة اسمها 2، دي نصيحته كده، يقول دي تجارب بقى شافوها يعني، واخد بالك؟ لكن انا ما جربتش حاجة، انا بس قايل لك الحاجات اللي سمعتها، واخد بالك؟ برضه ده قابل للمناقشة. طب عايز تتأكد لنا؟ جرب في نفسك يا سيدي وتعالى قول لنا. وقوله فقط أي دون ما زاد على الأربع، وقد عرفت حكم الزائد فيما مر آنفا. قوله إلا أن تتعين الواحدة في حقه، أي فلا تجوز الزيادة عليه، في بعض الأحوال لا يجوز الزيادة عن الواحدة، زي واحد سفيه ما ينفعش يتصرف ويتجوز أكثر من واحدة، يتجوز لقدر الضرورة، أو واحد مجنون ويشتاق للنساء، ما هو مجنون ولو سبته مشتاق للنساء هيعمل لك مشاكل كل شوية بقى مع الجيران، يبقى وليه في الحالة دي لازم يزوجه، واخد بالك ازاي؟ بس هيزوجه واحد، يجي له بعد شوية يقول له عايز أعدل، يقول له لا كفاية عليك واحد، هي واحدة وخلاص، خدت بالك؟ وقوله كنكاح سفيه أي فإنه تتعين فيه الواحدة، لأنه إنما يزوج للحاجة وهي تندفع بالواحدة، فينكح هو بإذن وليه أو ينكح له وليه بإذنه، لأن السفيه يعتد بإيه؟ بألفاظه، السفيه يعتد بألفاظه، فممكن هو اللي إيه يقوم بإيه؟ يمارس العقد بنفسه، يقف كده الراجل إيه ولي الزوجة يقول له زوجتك، يقول له قبلت، هو اللي يمارس العقد بنفسه، أو إن وليه هو اللي إيه؟ يعني يعقد له، واخد بالك؟ عن طريق الوكالة، واضح؟ عشان كده بيقول لك هنا بخلاف المجنون، المجنون ما ينعقدش بعبارته، لكن لازم ولي، وكذلك المجنونة. ايوه ما احنا هنجوزه واحدة ما بتخلفش وخلاص ونريح نفسنا، عشان قاعد كل يوم يقول لك يعمل لنا مشاكل مع بنات الجيران، اعمل ايه انا دلوقتي؟ اموته؟ ابتليت انا بواحد مجنون، واخد بالك؟ جنون هادي يعني، مش جنون يعني بيقطع شعره، جنون هادي يعني ساعات يبقى ملخبط كده، ساعات يبقى عدل وساعات يبقى ملخبط يعني كده، مش مجنون يعني زي ايه عنده شعره ساعه تروح وساعه تيجي بتاع اسماعيل ياسين، واخد بالك؟ يعني يبقى مثلا استنى 12 شهر بيجي له مثلا سيزونال كده، جنون سيزونال، واخد بالك ازاي؟ يسموه سيزونال مانيا، يعني جنون موسمي، كل موسم كده يجي مع دخول الربيع او مع مش عارف ايه مخه يشت منه شويه شهرين 3 وبعد كده يرجع عاقل تاني، ولعلمك الناس دي بتبقى اذكياء جدا، يعني في الكليه يطلع من الاوائل، في اي وظيفه يطلع من الاوائل، اذكياء جدا الناس دي، وعشان كده كانوا بيقولوا نكته، واحد عربيته ايه
العجلة نامت قدام سراية المجانين، فقام نزل يغير كاوتش العجلة، ففك الأربع مسامير وبعدين حط الطاسة كده وقعد بيركب العجلة. جت عربية طيرت الطاسة بالأربع مسامير، فهو واقف محتار. في مجنون بقى بيبص بالشباك كده بيتابع الموقف، قال له محتار ليه؟ فك مسمار من كل عجلة وربطها بثلاثة، وبعدين لما تروح في العمار يبقى اشتري. قال له ما شاء الله، ايه الذكاء ده؟ قال له ما انا اصلي مجنون مش حمار. فممكن يبقى المجنون ذكي يعني نبيه، فهمت ازاي؟ لانه مرض زي باقي الامراض يعني، مش تحتقر ولا حاجه. ده في ناس اكابر، ده نعرف اساتذه في كليه الطب بيجي له شهرين كل سنه كده يقفل عيادته وياخد ادويه مهدئات وينام في بيته، والا بيشت مخه كده يعني، وتلاقيهم اوائل دفعته ويشتغل طب. مفيش احلى من كده، طول ما هو سليم يجي له الشهرين دول يروح ايه مغطي نفسه قاعد في بيته ياخد علاجاته وهو عارف نفسه، لكن هو بقيت السنه زي الفل، راجل محترم واخد بالك وذكي ونبيه وحافظ القران وحاجه جميل، فهمت ازاي؟ موجوده يعني، دي امراض غصب عنه. المهم، وقولك نكاح سفيه أي فإنه تتعين فيه الواحدة، لأنه إنما يزوج للحاجة وهي تندفع بالواحدة، فينكح هو بإذن وليه أو ينكح له وليه بإذنه أو ينكح له وليه بإذنه، ولا يعتد بقوله في الحاجة حتى تظهر أمارات الشهوة، لأنه قد يقصد إتلاف ماله لسفهه. وقول ونحو أي نحو نكاح السفيه كنكاح المجنون، فإنه تتعين فيه الواحدة لأنه إنما يزوج للحاجة وهي تندفع بالواحدة، واحتياج لغير الواحدة نادر لا يعتبر. نعم، إن كان احتياجه لمرض زيد بقدر الحاجة، يعني افرض هو مجنون وكل حاجة أو سفيه لكنه مريض ويحتاج تمريض شديد، ما تستحملش زوجة واحدة هي اللي تمرضه، يزوجوا اثنين يعملوا نبطشيات، هي يوم وده يوم تمشي الأمور، لأنه محتاج بقى، واخد بالك؟ زيد بقدر الحاجة. والمزوج، والمزوج له أب ثم جد ثم حاكم دون سائر العصبات، ويلزم الأب وإن على تزويج المجنون الكبير المحتاج للنكاح، يعني يلزمه يعني، يعني لو ما زوجش الكبير اللي تحت إمرته ويحتاج النكاح وعنده الشهوة موجودة يأس. شوف قد ايه يأس، لانه هيعرضه انه يقع. هتقول لي ما هو المجنون مش مكلف، ما هو اصله مش مجنون طول السنه، واضح؟ ده هو مجنون بس بفتره بسيطه من السنه، ما فيش واحد مجنون جنون مطبق. روح سرايه المجانين كده اخر عقل. انا رحت مره في رمضان، كنا ساكنين في المانيال، كان في دكتور اسمه محمد، دكتور في اداب، مش عارف عايش ولا لا، الله يكرمه حيثما حل. كان راجل طيب، يجي في عشر الاواخر من رمضان يعمل بطاطين وشويه حاجات كده يجمعها ويروح يزور الجماعه اللي في سرايه المجانين اللي هي في ايه؟ في المدينه البعيده دي اسمها ايه؟ لا، خارج القاهره كده اسمها ابو زعب. ابو زعب كويس؟ كل سنه يجي لي وانا معتكف يقول لي مش هتيجي معايا يا دكتور يسري؟ اقول له بس انا معتكف. لما احرجني مره من السنين واحنا معتكفين قال لي لا لازم تيجي معايا بقى، قطعت اعتكافي وقلت له خلاص على مذهب الشافعي اجوز قطع الاعتكاف، طلعت معاه، واخد بالك؟ رحنا بقى ابو زعبي، دي المره الوحيده اللي رحتها. طبعا ظروفهم وحشه، في بعضهم مثلا في المستشفى بقى له 20 سنه ما فيش حد من اهله بيسال عليه، تيجي تساله اهلك مين يقول لك ده انا اخويا مش عارف مستشار فين، واخويا تاني استاذ فين، واختي مش عارف فين، يعني مراكز ولا حد بيسال عليه لان اخوهم ده مسكين ورمينه كده. بيقول لي على فكره انا بقيت كويس بس ما حدش جاي يجي يستلمني، ما حدش عايز يجي يستلمني، فقاعدين كده كانوا مسجونين. المهم يعني مش عاقلين محترمين كويسين، مش كل واحد يعني. المهم واحد منهم سالني سؤال لما لقاني بابدأني كده وبتاع، فبيقول لي طب انا هسالك سؤال، انت حافظ قران؟ قلت له اه. قال لي ووجدك ضالا فهدى، ازاي يبقى النبي ضال بقى؟ مش ربنا بيقول ايه؟
ما ضل صاحبكم وما غوى. شوف مركز ازاي، يعني جاي من سورة النجم لسورة الضحى. ما هو بيمتحني بقى، هو عارف الإجابة على فكرة، أنا فهمت إن هو عارف الإجابة بس هو بيمتحني، يقول لي إزاي بقى؟ إيه ووجدك ضلا في هذا، وبعدين في آية ثانية يقول لك ما ضل صاحبكم وما غوى، حلها لي إزاي دي بقى؟ مش أنت حافظ القرآن بقى ومربي دقنك بقى وعم الشيخ؟ يقول لك هو راجل كبير يعني أكبر بقى. قلت له ما ضلا هنا يعني محبا أنبسني، عجبته قوي. اصبر دي اجابه غير اللي في مخه، هو في مخه اجابه حلوه برضه تاني بس ما رضاش يقولها لي، حاولت اطلعها منه ما رضاش يقولها لي. لكن يعني هم عموما بيبقوا اذكياء يعني، الخلاصه انه يعني مش شرط انك انت تتعامل مع، اما تعيش معاهم لعلمك تنبسط جدا. يعني انا اعرف ناس دكاتره بيشتغلوا هناك في اوزعبل يقول لك انا احب اقعد مع العيانين دول احسن ما بقعد مع الناس بره. اولا ما عندهمش لوع، ما عندهمش مكر، ما عندهمش حيله، وطيبين، واللي في قلبه على لسانه. يعني يقول للدكتور انا بكرهك يا دكتور، ده دمك تقيل على قلبه، يقول شوف احلى من ايه، من اللي يبتسم لك وبيكرهك، واخد بالك؟ يعني اللطف كده انك تستريح معاهم صفحه بيضه. فمن اهل الجنه، تعرف بقى ان دول من اهل الجنه، ما عندهمش مكر وعنده مرض مزمن، واللي يصبر على مرض مزمن يبقى من اهل الجنه، واخد بالك؟ فطيبين يعني، فما تحتقرهمش. انا ما رحتهاش تاني غير المره. لكن لعلمك والله فعلا لما تتعامل معاهم تلاقيهم ناس طيبين وبقوا فرحانين، ويجوا معانا يوزعوا على زمايلهم ويشيلوا ويعملوا، يعني اخر جمال. المهم والمزوج له أب ثم جد ثم حاكم دون سائر العصبات، ويلزم الأب وإن على تزويج المجنون الكبير المحتاج للنكاح بخلاف المجنون الصغير لأنه مش محتاج نكاح، والمجنون الكبير غير المحتاج له برضه. افرض المجنون كبير ومش محتاج النكاح ما يزوجوش خلاص. وأما الصغير العاقل فلأبيه وإن على تزويجه ولو أربعا لمصلحة غبطة ظاهرة. افرض عيل صغير وعاقل في الإعدادية في الابتدائية، هل ممكن أبوه يزوجه لغبطة؟ لغبطة يعني إيه؟ يعني افرض شريكه في العمل وهم ناس مليارديرات عنده بنت، فبيقولك بدل ما المال ده يروح للغريب ما نجوز الواد ده للبت دي، ويبقى كل شغلنا في بيته، وهي يكون البنت دي هي الوريثة الوحيدة لأبوها، الواد ده هو الوريث الوحيد لابوه، فدي في غبطه هنا. فوالده في الحاله دي انه يزوجه لغبطه، يعني لمصلحه يراها، بيسموها ولايه اجبار، وان كان القانون الحالي بيمنع سن معين، يقول لك لازم 18 سنه مثلا، لكن ايه قبل القوانين دي يجوز شرعا ان الصغير يتزوج الصغير، واضح؟ يبقى حرام، لان تقييد الحاكم لمصلحة الرعية، والخروج عن طاعة الحاكم حرام، واضح؟ عشان يضبط المجتمع، هو يريد أن يضبط المجتمع ويحافظ على حقوق الناس، فوجد أن لو خلى الزواج في السن الصغيرة دي هينبني عليه تضييع حقوق أو مشاكل، فله أن يقيد المباح لحكم الإيه؟ لحكم رعاية الناس. فهمتني بقى إزاي بس؟ وقول مما يتوقف على الحاجة، أي من نكاح يتوقف على الحاجة كنكاح المجنون كما تقدم. فما وقع على نكاح، شوف بيقول هنا إيه، كنكاح سفيه ونحوه مما، أي من ما دي تعود على النكاح مش ممن، مما المحشي قال ممن كأنه تعود على اللي يتزوج، هنا تعود على النكاح، واضح؟ يعني مما يكون نكاحه لحاجة. فهمتني ازاي؟ فما دي تعود على النكاح.
مما يتوقف على الحاجة، أي من نكاح يتوقف على الحاجة كنكاح المجنون كما تقدم، فما واقع على نكاح، فاندفع قول المحشي لو قال ممن يتوقف جواز نكاحه على الحاجة لكان أولى وأنسب، ولعله بنى على تفسير قوله ونحو بنحو السفيه كما يدل له تمثيله بالمجنون، وقد فسرناه لك فيما تقدم بنحو نكاح السفيه ومثلناه بنكاح المجنون. قول ويجوز للعبد، المراد به من فيه رق بجميع أنواعه كما أشار إليه الشارح بقول ولو مدبرا، وإن كان المتبرر من العبد كامل الرق الذي لم يجري عليه سبب من أسباب الحرية، وإحنا قلنا المدبر اللي هو العبد الذي يقول له سيده أنت حر دبر موتي، ده اسمه المدبر. وقول أن يجمع بين اثنتين، أي سواء كانت في عقد واحد أو في عقدين ولو مرتبين، وسواء كانت حرتين أو أمتين أو مختلفتين، يعني واحدة حرة واحدة أم، فهو على النصف من الحر، لأن النكاح من باب الفضائل، فلم يلحق العبد فيه بالحر كما لم يلحق الحر غير النبي بمنصب الأنبياء في الزيادة على الأربع، وعلم من ذلك جواز نكاح العبد الأمة مع الحرة، فإنه لا يشترط لنكاحه الأمة الشروط الآتية. احنا عارفين ان احنا ايه، الحر عشان يتزوج أمة ليها شروط، لكن العبد علشان يتزوج أمة بلا شروط، ما هي دي كفء للأمة، واضح؟ فهمت بقى المسألة، ما نشترطش فيها شروط. قول أي زوجتين فقط، أي دون ما زاد عليهما، فإن زاد عليهما فكما لو زاد الحر على الأربع. والحاصل أنه لو نكح الحر خمسا أو ستا فأكثر، أو العبد ثلاثا فأكثر، فإن كان في عقد واحد بطل في الجميع، وإن كان في عقود مرتبة بطلت الخامسة فما فوقها في الحر والثالثة فما فوقها في الرقيق، لأن الزيادة على العدد الشرعي حصلت في كل منهما. قول ولا ينكح، أي لا يتزوج، فلا يجوز ولا يصح الحر أي الكامل الحرية بخلاف الرقيق كلا أو بعضا، فيجوز له نكاح الأمة وإن لم توجد الشروط كما مر. نعم الإسلام شرط في المسلم حرا كان أو غيره، فهو يعم الحر وغيره ويختص بالمسلم. قول أمة، أي من فيها رق ولو مبعضة، فهي كالرقيقة، لأن إرقاق بعض الولد محظور كإرقاق كله. نعم إذا جاز له نكاح الأمة ووجد مبعضة، مبعضة يعني أمة نصها حر ونصها رقيق، تسموها مبعضة، بعضها حر وبعضها رقيق، كأن تكون يملكها سيدين فأعتقها أحدهما والآخر أبقاها رقيق، فتبقى اسمها مبعضة، يعني يوم حرة ويوم أمة، يوم حرة ويوم أمة، فهمت؟ المدبرة برضو ما هي أمة، والمكاتب برضو أمة، المكاتبة برضو أمة، كويس؟ هنا بقى لما بنقول إن نكاح الأمة ده كأكل الميتة، فتبقى المبعضة أخف، يبقى إذا وجدت واحدة مبعضة وواحدة أمة رقيق يعني خالصة يبقى يتجوز المبعضة أحسن، خد بالك لأن فيها حتة حرية، واضح؟ هيبقوا برضه مبعضين، هيبقى بعضهم حر وبعضهم، علشان كده أخف، لأن إرقاق بعض الولد محظور كإرقاق كله. نعم إذا جاز له نكاح الأمة ووجد مبعضة وجب تقديمها على كاملة الرق، لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله، فهمت بقى المسألة؟ وهذا هو الراجح من تردد للإمام، الإمام الجويني، وعلى تعليل منع رقيقة الكل اقتصر الشيخان اللي هو الرفعي والنووي، ما يقول الشيخان يقصد الرفعي والنووي، ما يقول الإمام يقصد الإمام الجويني، كويس؟ بل يجب تقديم من هي أقل رقا على من هي أكثر رقا، ولو أوصى بأولاد أمته ثم أعتق، خد بالك من المسألة دي عشان عايزك تتخيلها كويس، ولو أوصى بأولاد أمته ثم أعتقها الوارث فلا ينكح الحر إلا بشروط الأمة، لأن العلة وهي إرقاق الولد تجري فيها، وبها يلغز من وجهين، الأول أن يقال لنا حر لا ينكحها الحر
إلا بشروط الأمة. الثاني أن ولدها رقيق بين حرين، فهمت؟ يعني واحد أوصى بأولاد أمته، أوصى بأولاد أمته، أولاد أمته دول مش منه، ده أولاد أمته دي من غيره، ما مش هيوصي على أولاده. أوصى على أولاد الأمة بتاعته، يعني أنا عندي أمة زوجتها عبد فأنجبت أولاد، الأولاد دي ملك أنا برضو لأن الأمة دي ملكي، فأنا أوصيت بأولاد الأمة دي، قلت لهم يا جماعة ربوهم ويا جماعة علموهم ويا جماعة دخلوهم الكلية ويا جماعة عملوهم كويس، فهمتني بقى إزاي؟ أوصيت كده وجاء مت، جاء الوارث أعتق دي، لكن يفضلوا أولادها رقيق برضو لأنها مش أم ولد، ولو نكح حر ولادها يطلعوا عبيد برضه، فهمتني بقى ازاي المسألة؟ لأن أنا أوصيت بأولاد هذه المرأة في حال حياتي ومت، يبقى كل أولاد هينزلوا منها طالما أنا أوصيت وكانت ملكي يفضلوا ملكي، فتبقى حرة وبتخلف عيال عبيد، هتبقى حرة وبتخلف عيال عبيد تبعها تبع، لأن هي أصلا ما حررهاش مالك، تحررت بعدما أوصى على أولادها وهي أمة ومات، واضح؟ فتظل في حكم الوصية إن كل ذريتها يبقوا في ملك تبع الوصية، واضح؟ تصور أنت إن الأمة دي سيارة، سيارة، ما هي الأمة دي عبارة عن متاع، أنا عندي سيارة وصيت إن السيارة دي توصل حفاظ القرآن الكريم، واخد بالك إزاي، لمدارسهم ببلاش، كويس؟ أوصيت بكده، تبقى كل مشاورها لبتوع القرآن الكريم ببلاش، لكن لو وصلت حد غير بتوع القرآن الكريم تاخد أجر. فلو جاء بقى الوارث شغلها بغير بتوع القرآن الكريم ياخد أجرتهم، لكن لو شغلها في القرآن الكريم ما ياخدش بحكم الوصية، فهمتني ازاي؟ لأن الوصية مستمرة، فهمت الصورة؟ فعلشان كده بيقول لك يلغز بها من وجهين، يقال أنا حرة لا ينكحها الحر إلا بشروط الأمة، لأن علة إنه يتزوج الأمة وحذرها عشان ولاده هيطلعوا أرقاء موجودة في هذه الحرة، فهمت ازاي؟ فلازم يتجوزها بشروط الأمة، واضح؟ ربما تكون في مذاهب تانية، احنا بنتكلم على طريقة الشافعي. الثاني أن ولدها رقيق بين حرين، هي حرة وزوجها حر، ولادها يطلعوا أرقاء تبعا للوصية، تبعا للإيه؟ فهمتني بقى ازاي؟ زي ما مثلتها لك بالعربية، لا خلاص ما فيش مشكلة بقى، عشان كده كلامه ما يديلك صورة يديلك صورة، ما تقدرش تشيل كلمة، فهمتني ازاي؟ بتبقى صور نادرة وما تقدرش انت تشيل منها كلمة. قوله لغيره، انما قيد الشارح بذلك لانه لا يجوز له نكاح امته مطلقا، لازم تبقى امة لغيره، لان هي اذا كانت امته طب يبقى هو هيتجوز امة ليه؟ طب ما هي ملك يمين ولو ان يستمتع بها، مفيش مسوغ، فهمتني ازاي؟ فلازم تبقى امة غيره مطلقا. وجدت الشروط او لا، نعم ان اعتقها جاز له نكاحها بل يستحب، لانه ورد ان له اجرين، اجرا على اعتقها واجرا على نكاحها، في احاديث صحيحه كده، اللي هو من ملك امة فاحسن تربيتها واعتقها وتزوجها كان له اجران، اجر حسن تربيتها واجر اعتقها، كويس؟ طبعا اصل في الحاله دي يعني هي اصلا ملكه، فهمت؟ هيبقوا ام ولد، هيطلعوا احرار باي صوره سواء أم او زوجه، واضح؟ وكذلك لا يجوز ان ينكح امه ولده، هدي لك صور ثانيه برضه،
لأنها مثل أمته، لأن أنت ومالك لأبيك كده برضو، فهي أمة ولدك كأنها ملك. وكذلك لا يجوز أن ينكح أمة ولده لأنها مثل أمته، فإن طرأ ملك الفرع على نكاح أصله، لأن ملك الولد الأمة التي تزوجها أبوه قبل ملكه لم ينفسخ النكاح، لأنه دوام مع ضعف تعلق الأب بمال الولد. افرض واحد تزوج أمة، بعد ما تزوج الأمة دي كانت ملك فلان، جاء الولد ده اشتراها من فلان، ابني اشتراها من فلان، فصارت هذه الأمة اللي أنا متزوجها ملك ابني، بس طرأ ملك الابن بعد الزواج فيستمر الزواج. كويس؟ بخلاف أمة المكاتب فإنه يمتنع على السيد نكاحها ابتداء ودواما، لأن تعلق السيد بمال المكاتب أقوى، ومثل أمته أيضا الأمة الموقوفة عليه والموصى له بمنفعتها على الدوام، لا يصح أنه ينكح. وكذلك يمتنع على السيدة أن تنكح عبدها المملوك لها أو الموقوف عليها أو الموصى لها بمنفعته على الدوام إلا بشرطين، وسيزيد الشرع عليهما شرطين، فالجملة أربعة، والذي في الخطيب تبعا للمنهج جعلها ثلاثة، بجعل الأول العجز عن الحرة فيشمل فقد صدقها وعدم كونها تحته، فيستغنى به عن الشرط الأول من الشرطين اللذين زادهما الشارح. ولو حذف المصنف لفظ صداق لشمل ما ذكر واستغنى عن الشرط المذكور فتعبيره بالصداق قاصر، كما أشار إليه الشارح بقوله أو فقد الحرة أو عدم رضاها به، ولا يخفى أن الشرط الأول من الشرطين اللذين زادهما الشارح هو مفاد قول الشارح أولا أو فقد الحرة، فكان عليه إسقاط الشرط المذكور، قلناها في الأول الكلام. قول عدم صداق الحرة أي ولو كتابية إن وجدت شروط نكاحها، ولا يكلف، يعني افرض هو لا يستطيع أن يتزوج حرة مسلمة لكن يستطيع أن يتزوج حرة كتابية لأن مهرها أقل مثلا، يبقى ما يلجأش لزواج الأم، لأن الحرة الكتابية مقدمة على زواج الأم المسلمة. ليه؟ لأن الحرة الكتابية أولاده هيطلعوا مسلمين أحرار، إنما الأمة المسلمة أولاده هيطلعوا أرقاء. فهمت؟ أي ولو كتابية إن وجدت شروط نكاحها، ولا يكلف بيع مسكنه وخادمه ولباسه ومركوبه لأجل تحصيل صدق الحرة. يعني افرض ان هو عنده سكن وعنده شقة وعنده عربية وعنده ملابس فاخرة، تقول له بيع ده كله عشان تجيب مهر الحرة؟ لا يشترط ليه؟ طب ما هو هيبيع ده كله بعدين يتجوز، هيجيب مهر الحرة هيسكن فين؟ ما يعرفش. فهمت؟ فما يشترطش يعمل كده. ولو رضيت بلا صداق حلت له الأمة برضه لوجوبه عليه بالعقد. يعني افرض هي قالت له انا موافقه، الحره قالت له انا موافقه تتجوزني من غير صداق، يقول لك برضه لا، طالما لا يملك الصداق، لان ممكن لو حصل خلاف بينهم تقاضيه والقاضي يحكم عليه بمهر المثل، وساعتها ما هو مش هيجد، واضح؟ فما يخاطرش. هنقراها الوقت هتجيلك. ولو رضيت بلا صداق حلت له الأمة لوجوبه عليه بالعقد، وكذلك لو رضيت بالمؤجل، افرض قالت له طيب خلاص خلي كل مهري مؤجل ونتجوز، يعني مؤخر، وهو ده مهر برضه وهو معهوش، فهمت ازاي؟ برضه لا يحل له ان هو يعني يحل له زواج الأمة في الحدود في الصور دي كلها برضه. فتحل له الأمة لأن ذمته تصير مشغولة في الحال به، وقد لا يجدوه عند حلول الأجل، الأجل اللي هو يا إما الوفاة أو الطلاق. ومثل ذلك ما لو لم ترضى إلا بالأكثر من مهر المثل، ما لم يكن السيد طالبا للأكثر المذكور في مهر الأمة. يا افرض إن الحرة قالت له أنا عايزة أعلى من مهر المثل، مهر المثل بتاع 20,000، قالت له أنا عايزة 30,000. أم قال لها
قال لا أنا ما عايش 30,000. راح يتزوج الأمة أم سيدة قال له 30,000، خلاص بقى يبقى يروح يتجوز الحر، أدام اللي هيدفعه هنا ولا هيدفعه هنا يبقى يروح يتجوز الحر أحسن. فهمت بقى المسألة؟ لأنه قادر على نكاح الحرة بمهر الأمة، ولو رضيت له الحرة بمهر المثل فأقل، وقد وجده لم تحل له الأمة لقدرته على صداق الحرة، ولا نظر للمنة في الثانية إذا العادة المسامحة في المهور، ولا يمنع ماله الغائب نكاح الأمة لأنه كالعدم. هو ليه 100,000 جنيه بره، بس بقابلني في المشمش بقى على ما يسددوها له. الناس دلوقتي بتاخد فلوس ما بتجيبش. فده ما يمنعوش كونه عنده أموال طائلة بره لكن هي غائبة عنه، لا يمنعه من حل الزواج بالأمة إذا احتاج لأنه لا يملك المهر حالا. واضح؟ يبقى يحرم، هي زي أكل الميتة، أنا شبهتها لك من الأول عشان تفهم القصة. زواج الأمة ده أكل ميتة. لازم قيود بقى. واضح؟ يعني ينفع أنت قدامك أكل حلال وقدامك ميتة، تأكل الميتة؟ خلاص، طالما قدامك الحلال، لكن عند فقد هذا الحلال وهتموت من الجوع، هتشرف على الهلاك، هو هيشرف على الزنا. هنا فيتجوز الأمة، هنا هيشرف على الهلاك فيأكل الميتة. واضح؟ قوله أو فقد الحرة أي بأن لم يجدها في بلده، فلو وجدها غائبة عن بلده ولحقه مشقة ظاهرة في طلبها حلت له الأمة برضه، ما يقدرش يسافر. هو راجل بيتي كده ما يحبش يسافر، وما فيش حرة في بلده عايزة تتجوزه. كويس؟ حلت له الأمة، وضبط الإمام المشقة بأن ينسب في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد، أو لم تلحقه تلك المشقة لكنه لا يقدر على منع نفسه من الزنا في مدة السفر لها، وإلا وجب عليه السفر لها، ومحله كما قاله الزركشي إن أمكن انتقالها معه إلى وطنه. طب افرض هو ممكن يسافر لها بس هترفض ترجع معاه بلد، تقول له اتجوزني واقعد عندي هنا. هي مش عايزة تسيب بلدها كأنها معدومة، تتجوز أما بقى ويقعد في بلد. واضح؟ عشان الغربة. وإلا فهي كالمعدومة لما في تكليفه المقام معها في بلدها من الغربة، والرخص لا تحتمل هذا التضييق. من قال إن ثمن الأمة زي مهرها؟ ولو كده هيروح يشتري. المهر أرخص، الأمة ثمنها في السوق 50,000، يجي يتزوج أما يدفع 1,000 جنيه بس. فهمت؟ بس هتأجر عربية ولا تشتريها؟ هتأجر عربية ولا تشتريها؟ إيجار العربية أرخص من ثمن العربية؟ فهمت بقى؟ بس. جزاكم الله خير. قوله أو عدم رضاها به أي بالزوج لقصور نسبه أو نحو ذلك، وكذلك عدم رضاها بما قد قدر عليه من المهر بأن طلبت أكثر منه. قوله وخوف العنت اللي هو الشرط الثاني أي بأن يتوقعه لا على ندور، بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على السواء، بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه، بخلاف ما إذا توقعه على ندور بأن تضعف شهوته أو قويت شهوته وقويت تقواه أيضا، فلا تحل له الأمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. قيد المؤمنات هنا قيد على الغالب وليس شرط، لأنه ممكن يتجوز المحصنة الكتابية. هنريحك، الصبر جميل. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فالمؤمنات هنا قيد جاء على الغالب. كويس؟ ولا يخرج المحصنة الكتابية. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، قيد معتبر. يبقى المؤمنات في فتياتكم المؤمنات ده قيد معتبر، والمحصنات المؤمنات ده قيد غير معتبر. واضح؟ فهمت بقى؟
فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. وبعدين في الآخر الآية يقول إيه؟ ذلك كل ده لمن خشي العنة منكم. بس المشكلة في الأمة إنها متعودة على الزنا وعلى قلة الحياة، فأنت جاي هتتجوزها مش هتحافظ لك على عرضك. هي متعودة أصلا تنام مع إيه؟ مع الإماء، والإماء بيناموا مع إيه؟ مع العبيد، كلهم كده زي الزرايب. فمتعودة يعني، وعورتها كعورة الرجل من السرة للركبة، تمشي شعرها باين طول النهار لأنها في الخدمة، مشغولة في الخدمة. فهمت إزاي؟ فما فيهاش عفة، ما اتعودتش على العفة. فلما تيجي تتجوزها هتبقى مش ضامن إنها تحفظ عرضك. فهمتني إزاي؟ أدي المشكلة فيهم. والمشكلة التانية كمان إن ولادها هيطلعوا عبيد. فمشكلتين، فمش سهلة يعني. فأنت لا تلجأ لهذه القضية إلا لما تبقى مضطر تماما. واضح؟ فهمت بقى المسألة؟ أنت عشان ما شفتش إماء ولا عبيد ما تعرفش إن ليهم طباع، أنت طباع خسيسة. أنت كحر ما تستحملهاش. عشان كده ستنا هند زوجة أبي سفيان لما أسلمت والنبي بيبيعها ببيعة النساء ولا يزنين، فقالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الزنا ده شغل العبيد، إنما الحرة دي ما تزنيش، إحنا هنعاهد على حاجة ما تخطرش في بالنا. فهمت بقى إزاي؟ فكل الحاجات دي قضايا لازم تاخد بالك منها عند تقييد الفقهاء أيام زمن الرقيق. إحنا الوقت لأننا ما شفناش الرقيق فبنقعد إيه؟ طب ليه القيود دي؟ لأن كانت فعلا كده، مسألة مش سهلة. ذلك لمن خشي العنة منكم. والطول اللي هو في الآية من لم يستطع منكم طولا، الطول السعة، والمراد به المهر، والمراد بالمحصنات الحرائر. والمؤمنات الأولى جرى على الغالب، أي المحصنات المؤمنات، المؤمنات الأولى دي جرى على الغالب، لأن الحرة الكتابية كالحرة المسلمة في منع الأمة كما يعلم من قول الشارح ألا يكون تحتها حرة مسلمة أو كتابية، بخلاف المؤمنات الثانية من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات الثانية. فهم؟ فإنه قيد في حق المؤمن، لأنه يشترط إسلام الأمة في حق المسلم كما سيأتي. وعلم من ذلك الشرط أن الممسوح والمجبوب، ممسوح يعني لا ذكر له، مجبوب يعني مقطوع الذكر، يعني حصلت حادثة قطعوا ذكر، تهروف مولد السيدة زينب قطعوا له ذكر كله. واخد بالك؟ يقول لك في الضلمة يطهر المقيلة طلعمة. عارف المثل ده؟ المثل مشهور جدا، ده كنت اسمعه من جدتي. انتوا ايه مش متربيين في مصر ولا ايه؟ حاجة غريبة أوي. ده مثل من أيام جدتي. جدتي حتى ما شاء الله اللي هي أم جدي، لأن أنا شفتها. حاجة غريبة. ما شفتوش جدتكم؟ لما يحصل موقف صعب أوي تجتمع المصاعب كلها يقوموا يضربوا المثل ده. يعني لما تلاقي الامور كلها مصاعب، صعوبه في صعوبه فوق صعوبه، زي يقول لك فوق القراع دمل. واخد واحد عنده مرض قراع وطلع فوق القراع وهو مرض دمل، فمرض فوق مرض. عارف برضو المثل ده فوق القراع دمل؟ دي سهله. اهي دي زيها بقى. مثل تاني. بس مثل الناس تتكسف تقوله علشان بيتكسفوا. يقول لك في الضلمه يعني في عد شده الظلام يطهر المقيلط، يعني الراجل اللي عنده قليطه. المقيلط ده اللي عنده قليطة يعني عنده ماء في الخصية، فاللي عنده ماء في الخصية تلاقي الذكر بتاعه مدفوس جوه، فصعبة برضو طهارته دي، هتجيبه منين؟ فهمت ازاي؟ وبعدين يوم ضلمة وهو مقيلط وكمان اللي بيطهره أعمى. شوف المصايب بقى. اجتمعت كل، فبقى مجبوب. انتهى بانه بقى ايه؟ مجبوب، يعني ايه؟ قطعه له من بابه. فهمت بقى ازاي؟ مقطوع الذكر. تفتكر على طول المثل بتاع في الضلمة يطهر المقيلط الأعمى. الأعمى هنا فاعل على فكرة، بس مؤخر، أعمى مؤخر علشان يفاجئك. هو أخره ليه؟ لأنه حتى لو هو مفتح فطهارة المقيلط صعبة حتى في النور، فما بالك بقى إيه في الضلمة وهو أعمى. واخد بالك؟ فين السكينة؟ يروح جايب السطور ويروح قاطع كله. فهمت ازاي؟ يبوظ الدنيا.
ده اسمه ايه؟ المجبوب. طبعا غير المصريين مش فاهمين الشغلانه دي، معلش بكره تفهموا. دي امثله مصريه قديمه. يا الله يا الله. واصل انا ايه المثل ده انا بفتكره كتير ليه؟ علشان اما بلاقي جراحين صغيرين قاعدين يطهروا العياله اقوله لهم على طول. الاقيهم بيعكوا في العيال غلابه. اقول لهم هو في الضلمه يطهر الميله اطلع ما يقوم يقول لي ايه ايه ايه؟ ما فهمش حاجه. ابقى انا شتمته وفي نفس الوقت هو ما فهمش فما زعلش مني. استني ماشي. عشان كده قلنا لك ايه بقى؟ عرفت المجبوب بقى يا سيدي؟ الممسوح اللي هو مولود اصلا ممسوح. كويس؟ مالوش ذكر. والمجبوب حصلت له حادثة. لا يحل لكل منهما نكاح الأمة، وبتحصل بره في أوروبا ما بنشوفهاش احنا هنا، يجي له أورام خبيثة في الذكر. يقوم يضطروا يشيلوا الذكر خالص يقطعوه. في المسلمين نادرة عشان بيتطهروا. انما في اوروبا كتيره، وتلاقي العمليه دي موصوفه في اوروبا كتيره وفي امريكا وفي البلاد غير الاسلاميه. في الجراحين اللي في البلاد الاسلاميه زي حالاتنا ممكن يقضي عمره 50 سنه جراح ما يشوفش ولا حاله سرطان في الذكر، ما يشوفهاش ابدا. في اوروبا انا اعرف واحد صديق عايش في لندن يقول لي كل شهر نشوف حاله كده، يعني تعتبر كتيره اما يشوف حاله كل شهر، تعتبر كتير. لا يحل لكل منهما نكاح الأمة لأنه لا يتصور منه خوف العنت. خلاص ما عندوش الآلة اللي يزني بيه يروح يتجوز أمة ليه بقى؟ فهمت إزاي؟ بخلاف العنين والخصي. العنين اللي هو لا ينتصب له ذكر، والخصي اللي هو شايل الخصي بتاعه لكن له ذكر، ده ممكن يتأتى منه الزنا. واخد بالك إزاي؟ لأن العنين ممكن يعالج العنة دي، يعمل أي حاجة ينتصب له، واخد بالك، فيقع في الزنا، خصوصا أن هو عنده الرغبة النفسية موجودة. ولا بد أن يكون العنت عاما، فالمعتبر عموم العنت لا خصوصه. فلو خاف العنت من أمة بعينها لقوة ميله لها فليس له أن ينكحها، لأن العشق لا اعتبار به، يعني لا اعتبار به في الأحكام، لأنه تهييج من البطالة وإطالة الفكر. وكم من إنسان ابتلي به وسلاه، إن الإنسان يتعلق بشيء معين أو بامرأة معينة أو شيء من هذا على سبيل العشق، ده لا اعتبار له. ليه؟ لأنه بيقول لك ده بسبب كثرة تفكيرك فيها فتتعلق بيها. انساها يا أخي، نسي نفسك، اشغل نفسك بحاجة تانية هتنساها. فأنت اللي علقت نفسك، فأنت بقى اللي دي مسؤوليتك. فهمت إزاي؟ قوله أي الزنا وأصله المشقة، سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا إن حد فيها، وإلا فبالعقوبة في الآخرة إن لم يتب. فمتى حد في الدنيا لا يعاقب في الآخرة، لأن الله أكرم من أن يجمع على الذنب الواحد عقوبتين، فهو من تسمية السبب باسم المسبب. وقول مدة فقد الحرة ظرف لخوف العنت. قول وترك المصنف شرطين آخرين. قد تقدم أن الأولى للشارح إسقاط الشرط الأول من هذين الشرطين، لأنه مفاد قوله فيما مر أو فقد الحرة، فهو يغني عنه لكون الشارح زاده نظرا لكلام المصنف. قوله أحدهما أي الشرطين الآخرين ألا يكون تحته حرة أو أمة بالملك أو بالنكاح، وإنما اقتصر على الحرة ليتأتى التعميم فيها بقوله مسلمة أو كتابية. فإذا تزوج أمة بالشروط فلا يجوز له نكاح أمة أخرى إلا إن انتقل إلى جهة أخرى. طب تزوج أمة بالشروط، والأمة دي شروطها قلنا لك للاضطرار كأكل الميت، وابتدى يشتغل تاجر وهيقعد أسبوع في القاهرة وأسبوع في اسكندرية، فله أن يتزوج أمة أخرى في الاسكندرية بالرغم أنه متزوج أمة في القاهرة. واضح؟ لأنه جت طرأت عليه ظروف. لكن ما ينفعش يتزوج أمتين في القاهرة، ما ينفعش، أو أمتين في الإسكندرية. فهمت بقى المسألة؟ فلا يجوز له نكاح أمة أخرى إلا إن انتقل إلى جهة أخرى وخاف العنت. ف
فله نكاح أمة ثانية، فلو انتقل إلى جهة أخرى ثالثة يعني وخاف العنت أيضا، فلو نكاح أمة ثالثة اتسعت تجارته فبقى يتاجر في القاهرة واسكندرية ومرسى مطروح، يتجوز هناك بقى ثلاثة، اتسعت أكتر فيشتغل في القاهرة واسكندرية ومرسى مطروح وبنغازي، لحد ما يبقى أربعة كفاية بقى، ما ينفعش يتجوز أكتر، فهمت بقى؟ فما يزودش تجارته في خمس مدن طالما ما يقدرش يعيش من غير ست، يبقى تجارته توصل لكده يبقى ده الحد الأقصى. فلو نكاح أمة ثالثة وهكذا في الرابعة، وله بعد ذلك جمعهن، بعد ما افرض تم وتزوجهم وبعدين بعد كده استقرت تجارته بعد كام سنة في القاهرة، ليه يلمهم كلهم في القاهرة ويبقوا معاه؟ واضح؟ خلاص مرضيش يطلق، لكن افرض ان هي سيدها موافق عايز يستريح منها، البنت كانت قرفاه طلع جوزها الجدع ده ويستريح منها. والقسم بينهن لأنه دوام، قوله مسلمة أو كتابية تعميم في الحرة، فإذا كانت تحت حرة كتابية منعت نكاح الأمة، فقول المؤمنات الأولى في الآية ليس بقيد بل جرى على الغالب بخلاف المؤمنات الثانية كما مر، قوله تصلح للاستمتاع أي عرفا بأن تعف، ولو قال صالحة للاستمتاع لكان أولى، لأن تعبيره بالمضارع يهم أنه يكفي كونها تصلح للاستمتاع في المستقبل وليس كذلك، بل لابد أن تكون صالحة للاستمتاع في الحال، مش يتجوز حرة عندها خمس سنين وحلني على ما تصلح للاستمتاع بعد ثمان سنين، فهمت ازاي؟ تبقى صعبة، لا نقول له خلاص اتجوزها، يعني أبوه زوجه حرة عندها خمس سنين أو ثلاث سنين، فهمت ازاي؟ وهو معهوش مهر بقى إيه يتزوج حرة، ودي غير صالحة للاستمتاع الآن، ففي الصورة دي له أن يتزوجها، واضح؟ عشان كده كان بيقول لك صالحة للاستمتاع أحسن من تصلح. تصلح تعتبر تحتمل إنها تصلح في المستقبل. فإحنا بنتكلم على إنه خايف يقع في الزنا الآن. فهمتني بقى إزاي؟ وخرج بذلك الصغيرة التي لا تحتمل الوطء والرتقاء والقرناء. الرتقاء اللي هي إيه يعني؟ زي الممسوح. زي الممسوح في الذكر. يساوي الرتقاء في الأنثى. كويس؟ والقرناء كذلك، والهرمة اللي هي العجوز ونحوها كالمتحيرة اللي هي واحدة عندها باستمرار الدم نزل عليها طول الشهر، طول الشهر نزل عليها دم، فبنقول لها خليك انت 15 يوم حائض و15 يوم مستحاضة، بس هو بيقرف يا جماعة والدم نزل عليها نفسه تعاف، يبقى هنا في الحالة دي غير صالحة للاستمتاع. فهمت؟ كالمتحيرة إن عافت نفسه وطأها فلو نكاح الأمة حينئذ، ولا نظر لتوقع شفائها كما نقل عن العلامة الرملي خلافا لابن القاسم حيث جعلها كالصالحة للاستمتاع لتوقع شفائها. قول والثاني أي الشرط الثاني من الشرطين الآخرين إسلام الأمة، أي لقول تعالى من فتياتكم المؤمنات، وقول التي ينكحها بخلاف التي يملكها، فلا يشترط إسلامها، فيجوز لا وطء الأمة الكتابية بملك اليمين، لأن المحظور في نكاح الأمة الذي هو إرقاق الولد منتف هنا. قول فلا يحل المسلم أمة كتابية أن يتزوجها سواء كان حرا أو رقيقا، فهذا الشرط عام للحر وغيره، لكنه خاص بالمسلم بخلاف الكافر حرا كان أو رقيقا، فلو نكاح الأمة الكتابية لاستوائهما في الدين، ولا بد في نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من فقد الحرة وخوف العنت كالمسلم، فتحصل فقدان لحرة وخوف العنت خصان، فتحصل فقدان لحرة وخوف العنت خصان بالحر، مش كده برضو؟ فتحصل أن فقد عند أن الأول عندك؟ طب عايز أصلح أنا عندي العبارة دي لأن عندي ملتبس، بس أنا حطيت لي أن بعد فقد، فتحصل أن وكده تحل أن فقد الحرة وخوف العنت خصان بالحر لكنهما يعمان المسلم والكتاب، والإسلام خاص بالمسلم لكنه يعم الحر وغيره كما تقدم. قول وإذا نكح الحر أمة بالشروط المذكورة التي هي فقد صداق الحرة وخوف العنت وعدم كونه تحته حرة
صالحة للاستمتاع وإسلام الأمة في حق المسلم، وقول ثم أيسر أي بأن قدر على صداق الحرة، وقول ونكح حرة أي بعد بالنكاح الأمة، كما هو فرض المسألة بخلاف ما لو عقد عليهما معا فإنه يصح في الحرة ولا يصح في الأمة. قلنا الصور دي كلها احنا قلناها في أول المسألة، أنا بقرأها بسرعة لعشان قلناها في الأول، لأن نكاح الحرة يمنع نكاح الأمة كأنه بالضبط بيتيمم مع وجود الماء، فالحرة دي الماء كويس، والأمة دي التراب، وهذا ظاهر إن كانت الحرة تصلح للاستمتاع، لأن الحرة غير الصالحة للاستمتاع لتمنع نكاح الأمة، فلذلك اعتمد الشبرة من لسي على الرمل تقييد هذه المسألة بما إذا كانت الحرة صالحة للاستمتاع، خلافا لمن عمم فيها وتبعه المحشي حيث قال وإن كانت الحرة غير صالحة على اعتبار أنها في المستقبل له، وهو صريح شرح المنهج، ولعل وجهه قوة ابتداء النكاح، لكن الأوجه ما قلناه أولا اللي تكون صالحة في الحال. قول لم ينفسخ نكاح الأمة أي لأنه دوام ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وكده خلصنا المسألة دي، ويوم الاثنين بعد القادم هنبتدي مقدمات الخطبة، الخطبة بقى اللي هي النظر، ينظر للمخطوبة الأول قبل ما يخطب يشوف مين اللي هيخطب، فهنتكلم على أحكام النظر للمرأة إن شاء الله يوم الاثنين بعد القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. لما تكبر يعني، ما يجوز زواج الصغيرة لكن لا تستمتع بها إلا لما تبقى صالحة للاستمتاع، تبقى زوجة بس لما تكبر، فهمت؟ بس طيب، ما هي دي غير صالحة للوطء أصلا وهو هيقع في الزنا، فيبقى في الحالة دي لو أن يتزوج أم ما هوش مهر حرة صالحة للاستمتاع، فهم؟ لا، الاستمتاع ده حاجة معتبرة على فكرة، لأن ممكن حتى يبقى عقيم، واضح؟ فالاستمتاع ده شيء معتبر شرعي برضه مطلوب، لأنه لو لم يحصله في الحلال هيقع في الحرام، وتجنب الحرام ده شيء مطلوب شرعي، مش كده برضه؟ ليه؟ في بضع أحدكم صدقة، أرأيت إن وضعها في الحرام أكانت له وزن؟ قالوا نعم يا رسول الله، كذاك لو وضعها في الحلال، حديث كده واضح؟ بس والله تعالى أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة؟ هل لديكم أقوال أخرى؟ رفعت الجلسة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا.